يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عامل حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه، عشان نشيل حركه الخصم ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني. وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه، انا كنت اعمل ايه؟ حبيبتي دي مش كده، الامر بيد الله. بقول لك ايه، من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني، وطول الوقت اعصابي متوتره. انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يا مان انت اكيد بتهرج يا مان، ايه ده؟ انا مش بهرج، انا ومالك مالناش غيرك، انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحه؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضه زعلان. بطل دلع، تعالى. من راحة يا مان. سوري. طب اهبط. بقول لك ايه؟ استنى. هو احنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا انت ليكي راي تاني؟ لا مالي، بس هنروح الفرح، بطل شقاوة. انا ما صدقت ان ماما جايه تبات مع ملك. ده انت عامله حسابك ومرتبه كل حاجه اهو. يعني ما هي فرصه نخرج من غير ملك، امتى اخر مره خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك ايه، استنى بقى، عايزاك تساعدني اختار فستان. عندك اوبا ده اتفك، عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين، روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. الو. ايوه حاج. اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، اجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير، عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل قمت بقى اتحضر وشايل الهم والعك كله على دماغي ومحدش سائل فيا، وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهريه بتاعتك. هات هات هات، ده انت بجم. يا ساتر، معلش يا ابني يا حبيبي، معلش ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره غلنف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك، ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس. بحبك. ميرسي يا زوز. ايه ده بقى ان شاء الله، انت لسه ما جهزتيش؟ اجهز ايه بس يا معتز، الفستان ده غالي قوي، جبته ليه؟ ليه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي. لا بتكلم جد يا معتز، انت مرتبك مكفينا بالعافيه، لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكره. اطمني يا ستي، جبته بمكافاه خدتها من الشغل، ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافاه من الشغل بدل ما نحطها في اقساط الشقه بتجيب لي بيها فستان يا معتز، حرام عليك. هو احنا جينا في شهر واتزنقنا؟ ما احنا ربنا استرنا معانا والحمد لله. خلاص ما تزعلش. وبعدين انا ما يرضينيش ان مراتي حبيبتي تروح فرح زي ده الا فستان جديد. ربنا يخليك لاقي يا موز. يلا بقى الفرح يفوتنا ولا نقعد؟ بطل بقى، يلا روح البس ساعة ونكون جاهزة.